السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: حكومات ما بعد الاحتلال حولت العراق إلى رهينة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، في حلقتنا لهذا الأسبوع هناك حديث عن مجريات الأحداث الأخيرة التي يشهدها العراق والتي شهدها في الأيام التي مضت، وأيضا منذ انطلاق ثورة تشرين لغاية هذه اللحظة، وبالمجمل أيضا نتحدث عن منذ الاحتلال ولغاية اليوم من حكومات ما بعد الاحتلال وكيف أثرت على العراق كبلد والعراقيين كشعب. منذ ثورة تشرين انطلاقها في عام 2019 ولغاية هذه اللحظة، تستمر الآلة القمعية الحكومية بالتصدي لكل من يحاول أن يخرج بكلمة لا لهذه العملية السياسية، لا لحكومات ما بعد الاحتلال، أحزابها، ميليشياتها، لا لكل العنف ولكل الدمار الموجود في العراق. وطبعا كما هو معلوم للجميع، تصدت هذه الحكومات والأحزاب والميليشيات لكل صوت عراقي غيور خرج لاستعادة الوطن المسلوب، فكانت النتيجة أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000. طبعا هذه الأرقام منذ بداية ثورة تشرين، هذه الأرقام قابلة للتصاعد، مستمرة بالارتفاع، أكثر من 30,000 جريح، 5,000 معوق ويزيد طبعا نتيجة القمع الحكومي بالأسلحة الحية، الرصاص الحي وإطلاق النار المباشر، قنابل الغاز المسيلة للدموع التي استهدفت أجساد المتظاهرين ولم تكن قد استخدمت لتفريقهم كما هي العادة في باقي دول العالم. كانت هناك محاولات مستمرة لإسكات أصوات العراقيين. في اليومين الماضيين أو في الأيام التي مضت منذ 25 من أيار، كان هناك انتفاضة جديدة، خروج جديد للعراقيين للتأكيد على مطالب المتظاهرين وهي إسقاط النظام على رأسها، وطبعا مطالب أخرى كثيرة. وتعلمون طبعا عملية اقتحام المنطقة الخضراء التي تمت عن طريق ميليشيات الحشد نتيجة اعتقال الحكومة لأحد القيادين في هذه الميليشيات في محافظة الأنبار. تلا ذلك كثير من التصريحات الحكومية، محاولة لتجميل صورة الحكومة، بعض التهديدات أو بعض الحديث القاسي ربما على الميليشيات بعض الشيء من وزير الدفاع الذي هون من قوة الميليشيات العسكرية، في حين تؤكد التقارير الدولية أن هذه الميليشيات لديها قوة تضاهي ما يملكه الجيش وما تمتلكه القوات الحكومية الرسمية. نأتي على آخر التصاريح أو التصريحات التي خرجت من بعض الصحف والتقارير الدولية التي خرجت من بعض الجهات والمنظمات التي تصف الوضع في العراق. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أكدت أن العراق محتجز كرهينة ومحاصر من قبل الميليشيات، لا سيما بعد محاصرتها للمنطقة الخضراء. أشارت الصحيفة أيضا إلى أن ميليشيا حزب الله المصنفة على قوائم الإرهاب متورطة في محاولات قتل واغتيالات ضد المعارضين. واشنطن بوست أيضا قالت أن حكومة مصطفى الكاظمي وهو شخصيا أظهر مرة أخرى أنه عاجز عن السيطرة على هذه الميليشيات المتورطة في تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة. نضيف إلى هذا الكلام من تقرير الصحيفة الأمريكية، وهو تقرير من منظمة العفو الدولية التي طالبت
بالكشف عن مصير 643 مدنيا خطفوا قبل 5 سنوات على يد الميليشيات المنضوية ضمن الدولة. أوضحت منظمة العفو الدولية أن المدنيين فقدوا خلال عمليتين شنتها ميليشيات الحشد الموالية لإيران خلال معارك استعادة الفلوجة بمحافظة الأنبار في عام 2016. هناك كان آلاف من النازحين يفرون، قام عناصر تابعين للحشد وفق شهود عيان بحسب تقرير المنظمة باختطاف نحو 1300 رجل وشاب من عائلاتهم، ووضع 643 منهم في الأقل في حافلات كبيرة وهم الآن مفقودون، فيما أفاد التقرير أن البقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. مرصد أفاد الحقوقي أيضا في تقرير جدد مطالبته بالكشف عن مصير أكثر من 700 شخص مختطف من أهالي مدينة الصقلاوية بمحافظة الأنبار في الذكرى السنوية 5 على اختطافهم خلال العمليات العسكرية. الاتهامات الدولية تشير إلى ميليشيات الحشد والقوات الحكومية التي قامت تحت شعار التحرير بتغييب هؤلاء. هنا نتساءل مشاهدينا الكرام وننتظر حضراتكم للمشاركة والإجابة على هذه التساؤلات. ألا تشير كل الأحداث والمتغيرات في العراق أن الانتفاضة للخلاص من هذه الفوضى هي الحل الوحيد لاستعادة العراق العربي؟ أيضا في سؤال آخر، ألم تثبت لعبة الانتخابات أنها مسرحية هزيلة يضحك بها السياسيون على بسطاء العقول من العراقيين لحكم البلد وتدميره أكثر؟ وسؤال آخر وجوهري الآن في حلقتنا وننتظر الإجابة حقيقة على هذا السؤال بالتحديد، من لا يزال يثق بالأحزاب والميليشيات وحكومات ما بعد الاحتلال في العراق؟ نستقبل أول اتصال معنا، عبد من الموصل، تفضل يا عبد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ هذا جايتنا من بريطانيا مع من ألمانيا والمتحدة، ما قاعد يشوفون بعينهم المجازر، ما قاعد يشوفون بعينهم، هذه تلقاها بالنهار تضرب تجري تاكل وتشرب بالنهار وبالليل دق ورقص، هاي جايتنا ما قاعد يشوفون حنا سمح وصرخ، هذه اسمعها والتلاذيق واطلعها اضربها على اللجنه تدورين بالنهار تريد وتذب وبالليل مخدرات وتشرب وترقص. احنا نريد زياده دفاع بس عسكري يطلع، نريد زياده داخلي يرفض مستنساية يطلع، هذول شنو ما مخلين المغادي؟ شنو ذولا جاعدين؟ يعني اكابر ما يد واحده ما تطفي استاذ، استاذ يد واحده ما تطفي، والله يدور ما تطفي، ما عنده ظهر، انا وياك والله ما منطق معاه بس ما عنده ظهر، وزير الدفاع صار له 5 أيام متحرك قام الحكي، وزير الداخليه انت ما نطقت كلام، رئيس كان الجيش خاتل، لا يشجعون الجيش، كان الجيش كان طول امر الجيش، لا يخدمون الجيش، حتى عندك هذه حزب شو يقولوا له؟ حزب هذا الميليشيات كان عندها نجاح يوم يعني تذكر نفط قاعد يعبرونه، نعم حفروا بينه خلال شهر انتجوا انطوه يوميا يعبرونه على البصره على الميناء، الف تنكر يوميه، وين الحكومه؟ يقول لي وين الحكومه استاذ؟ نعم علمني وين عندك الحكومه؟ سؤالي لحضرتك وهو ضمن اسئله الحلقه وسؤال اليوم أتمنى من الجميع أن يشاركوا للإجابة عليه وباقي الأسئلة التي نطرحها. عندك ثقة سيد عبد اليوم بالحكومة بهذه الأحزاب الموجودة داخل العملية السياسية؟ لا والله ما عندي ثقة، الله يشهد على لساني، لا والله ما عندي ثقة، لا يحلون ولا يرقون، هسه يشوفنا بحيلنا لما صارت حارة، نعم لما جايبين لهم هنا دستور مسوين البواري ممكن ما يكفي 30 مليون لا ما دين بمصر 4 دستور كلاوات كل بوري رابطينه 20 متر، والله راح اسوي جسم، لا طول مليار فلوس وراحوا، لا طول جيات وراحوا، هنا استاذ كل ما استاذ تفهم زين، احنا نريد نحكي نحكي واذا ما نريد نطلع ما نحكي، استاذ كل حزب استلم محافظه. نعم. سوق الغنم استلمته عصايب الحق، سوق الغنم استلمته عصايب الحق، ساحه الحديد استلمته عصايب الحق، سوق المعاش استلمته عصايب الحق، نعم ساحه الداخليه استلمته عصايب الحق. والله بس نفتر شلون حتى نسوي له شلون بس طيب. نفتر سيد عبد وصلت فكرتك، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. هناك نقطه حقيقه وهي مرتبطه بالدور الاممي في العراق وما الذي تفعله بعثه الامم المتحده لمساعده العراق، وهنا نضع مساعده العراق بين قوسين طبعا يونامي. صحيفه اندبندنت البريطانيه قالت ان حراكا غامضا تقوده
بعثة الأمم المتحدة في بغداد يهدف لإبعاد قضية الميليشيات عن الواجهة والتركيز على المشاركة في الانتخابات المقبلة. يعني هناك مساعي لتجميل هذه الانتخابات، إيصال أو الضغط على فكرة الانتخابات من أجل أن تصل إلى كل العراقيين، وهو ضغط أممي في سبيل أن يكون هناك إبعاد للميليشيات عن الواجهة. أوضحت الصحيفة أن الناشطين يطرحون تساؤلات حول دور بعثة الأمم المتحدة التي تترأسها جينين هينس بلاسخارت، فيما إذا كانت تجري اتصالات غير معلنة مع الميليشيات المتنفذة، ما يدفعها للتركيز على دعم ملف الانتخابات المبكرة وغض النظر عن بقية الملفات. أشارت الصحيفة البريطانية أيضا أن الغضب الشعبي في العراق يتصاعد ضد تدخل البعثة الأممية للحث على الاشتراك في الانتخابات المقبلة. الأمم المتحدة بممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تدفع باتجاه الانتخابات ونحن نسأل، يعني متى كانت الانتخابات ناجحة في العراق؟ متى حققت شيء هذه الانتخابات أو كل الانتخابات التي جرت منذ 2003 أو منذ 2005 تحديدا ولغاية اليوم؟ متى غيرت هذه الانتخابات؟ متى حققت طموح العراقيين؟ وهل ستخرج هذه الانتخابات الجديدة وجه جديد أو شخص وطني يستطيع أن يدير هذا البلد في ظل وجود الأحزاب، نفس الأحزاب ونفس الميليشيات، بل أضيفت لها مزيد من الأحزاب ومزيد من هذه الميليشيات؟ عندنا اتصال. أسامة من كركوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف استاذي، صحتك احوالك؟ الله يسلمك، حياك الله. اخ عمر لو اخ محمد. محمد وياك، تفضل حياك الله. انا استاذي محمد، شلونك اخوي؟ صحتك الله يبارك بيك يسلمك. استاذ اخ محمد، بالنسبه للانتخابات بالعراق، نعم، ما بعد الاحتلال الامريكي، نعم، هاي اكذوبه ضحكوا على السذج من العراقيين. بس قول لي، اشترت الانتخابات تغيرت، كرست الطائفيه العنصرية، الخطف، القتل. اليوم منظمة حقوق الإنسان تقول الميليشيات خطفت 600 شخص رجال، تريد تجلدهم في صوفة. وقبل يوم طلع أحد دول الأسماكرة مثال الآلوسي، يعني قال بعض مثلثان النور المالكي مسؤول عن قتل آلاف العراقيين وخراب العراق. يعني مسؤول من عندهم يقول، يعني وشهد شاهد من أهلها. اما بالنسبه تطرحت انت اخي محمد تقول على بعثة الامم المتحده، هذه بلاسخارت هاي سمساره صارت تقعد يقعد القتل والميليشيات. نعم. كيف تريد من موظف اماميه تقعد يا ميليشيات تريد تحل مشاكل العراق؟ يا اخوي شلون يصير هذا الحكيم؟ نعم الله عليك. طيب انا اريد اسال حضرتك اليوم، يعني هذه الانتخابات التي جرت طيله السنوات الماضيه، إيش قدمت للعراقيين وإيش حققت حتى اليوم نلقى الأحزاب والأمم المتحدة بممثلتها في العراق تدفع باتجاه الانتخابات؟ إيش قدمت للعراقيين هذه الانتخابات الماضية؟ أخي محمد، الانتخابات لم تقدم للعراقيين فقط صهر على الشمال، لم أي شيء. هاي بلاسخر هي عبارة عن سمسارة صهرة تعمل من زعامة الميليشيات، وجاعد يصورون المشهد وردي وكرافات حره. نعم. ونزيهه، يلا تحداهم يطلعون من واحد من ذول القتله المجرمين. نعم. ما يطلعون لان هم مجرمين، هم شركاء بالقتل، شركاء بالبوت، شركاء بالتزوير، شركاء في كل شيء. وامريكا هي راس البلاء، هي راس بلاء خراب العراق. طيب هي امريكا اليوم نعم، اليوم شلون حيرضى المواطن العراقي أن يشارك بانتخابات موجودة بها نفس الأحزاب، بل أضيف إليها أكثر من 300 حزب بحسب مفوضية الانتخابات، أكثر من 300 إلى 400 حزب جديد دخلوا ووافقت عليهم مفوضية الانتخابات في العراق. هذه الأحزاب اللي كانت موجودة من 2003 ولغاية اليوم مستمرة، هل أكو ثقة بين المواطن العراقي اليوم وبيهم حتى يذهب إلى الانتخابات مرة أخرى ليختار شخص منهم؟ استاذ محمد، الشعب كل العراقيين يقول احنا بالداخل، انت فقط تسمع الاخبار، الشعب كل العراقيين يقول لعنه الله على الاحزاب، ما عندهم اي ثقه في الاحزاب، لكن راح يدخلون من تجي الانتخابات
نعم. انا وترى الطائفيه يروحون الشله من الاحزاب الشيعيه راح نرشع، ترى اذا ما تنتخبون راح يجيكم داعش والبعث وصدام وراح يجون ذول اللي اطلع عليهم ممثلين ما يسمون الاحزاب السنيه، ترى اذا ما تنتخبون راح احتقالات وراح يعني نعم. يشوقون الناس بهالكذبه الواهيه. نعم. ما عندهم اي رصيد من الجماهير العراقيين. نعم. رصيدهم الطائفيه والتحرير، واذا ما تنتخب ذاك راح يقتلك. نعم. وهكذا. ما عندهم اي رصيد. نعم. من الناس، الناس تكرههم ولا ما يريدون الاحزاب، هي ايش سوت الاحزاب للعراقيين خير الدمار والخراب. وانا استاذ محمد اللي من الطلب اخر اخوي. تفضل. اريد اخوي بس اذكر اريد كل اسبوع حول المحتقرين والمغيبين رجاء. إن شاء الله نتطرق إلى هذا الموضوع في خلال هذه الحلقة ببعض التقارير الدولية. أنا أشكرك سيد أسامة من كركوك. عندنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد، حياك الله. يا هلا بيك يا أستاذ محمد، تحياتي لك وللقناة وللبرنامج أستاذي. حياك الله أستاذي. كما ذكرت لا يجوز إفتات المواطن. نعم. صاحب الحق، صاحب يعني المهمات الصعبة أيضا. نعم. لا يجوز إسكات كذلك الإعلاميين، لا يجوز إسكات الإعلاميين. نعم. هؤلاء يوصلون رسالة المجتمع والجمهور يا أستاذي والمشاهدين. أيضا يا أستاذي جريمة النكراء عملا غير صالح إسكات الإعلاميين والصحفيين. أيضا يا أستاذي بالنسبة للبرلمان الجديد بإمكانه حل أزمة العراق ومنع المخدرات وحصر السلاح. ومنع المخدرات وحصر السلاح. نعم. وهذا شيء مهم جدا للوطنية والإنسانية والبلد يا أستاذي. طيب. نتساءل عن أيضا المفقودين. أي. والمقيدين. نعم. بالنسبة للبرلمان والحكومة، تحياتي لك للبرنامج الراقي المميز وشكرا. حياك الله، شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. بالنسبة للبرلمان الجديد، كيف سيتشكل هذا البرلمان وهناك رفض شعبي عراقي واسع لكل من سيشارك في هذه الانتخابات في ظل وجود نفس الوجوه، نفس الميليشيات، في ظل وجود هذه الفوضى، في ظل وجود بعثة أممية تمثل الأمم المتحدة تدعم هذا الخراب الموجود في العراق، تدعم هذا الفساد الموجود في العراق، تحاول التغطية على الميليشيات كما تقول التقارير الدولية؟ إذن اليوم العراقيين لما خرجوا طالبوا بإسقاط هذا النظام، بحل هذا البرلمان، بإنهاء هذه الفوضى، ثم بعد ذلك على أرض نظيفة تقام انتخابات نزيهة بإشراف أممي، ويكون فيها المرشح مستقل بعيد عن التأثيرات والتأثرات بالطائفة أو بالحزب أو بالميليشيا أو بمال السلطة. هذا ما يريده العراقيون. لن يكون هناك برلمان ينصف العراقيين يخرج من رحم هذه الأحزاب كما حكومات ما بعد الاحتلال. مصطفى الكاظمي الذي روجت له الميليشيات على أنه اختيار الشعب، ثم بعد ذلك كشفت عن نفسها وقالت بأنه نحن من جئنا بالكاظمي، لم يقدم شيء للعراقيين باعتراف العراقيين. مشاهدينا الكرام، يستمر الحديث في حلقتنا عن حكومات ما بعد الاحتلال والميليشيات، وخاصة في ظل ما رآه العراقيون مؤخرا. يعني بعض العراقيين كان يعتقد أن هذه الحكومة لها سيادة، لها شخصية، تستطيع أن تفرض هيبتها على الميليشيات، لكن ما جرى بعملية اقتحام المنطقة الخضراء وهروب الجيش كما هرب من مدينة الموصل وترك الطريق مفتوح أمام هذه الميليشيات، أكبر دليل على أن الدولة سقطت ليس فقط في نظر العراقيين منذ القدم، وإنما أيضا سقطت تأكيدا على الأرض من قبل هذه الميليشيات التي أكدت علو كعبها على الدولة. وبالتالي اليوم نسأل، هل بقيت هناك ثقة من المواطن العراقي تجاه هذه الأحزاب وتجاه هذه الحكومة التي لن تستطيع أو لم تستطع حصر السلاح بيدها، إيقاف الفساد، محاربة الميليشيات، محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين؟ معنا اتصال السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل. حياك الله محمد، وحيا الله يسعد الرافدين الابطال النشامى والدلاعات. الله يسلمك، بارك الله بيك، تفضل. الميليشيات بلواس الدوله وسلاح الدوله واموال الدوله واليات الدوله وفلوس الدوله. نعم. يقتلون بالشعب ونفسهم، هم قايلين قايلين هيبه الدوله، لا دوله بعد الفكر ولا هيمنه ولا سياده. نعم. ها
هاي اليوم الميليشيات ولا ما اجتاحوا الخضراء وانا مستعرض الاستعراض حتى داخل الخضراء كسر على خشتاظم وصار يشتاظمي. هم دول يدون العملية السياسية ميليشيات ايران وغير ايران. نعم. هم دول بس انا اقول مثلا هو هل من المعقول انه يحمل الهوية البريطانية ويقول شعب العراقي؟ هم كلهم هويات اثنين وثلاثة وما مهتمين للهوية العراقية. نعم. ولو بيهم راجل وطني وابن العراق الشريف كان طلع هويته لخالد جميع الرسالة دافع تحت العلاج كان قال انا تخدم الشعب. نعم. لكن هم يقدمون برنامج محمد يقدمون به لو لسانهم مصر دائما بريطانيا هم جايين كلهم بريطانيا وتم بريطانيا. فالميليشيات فوق لا كاظم لا غير كاظم. خلينا نعتب مرة ثانية على الشعب احنا يوميا نعتب مال الشعب يستخدمون هيك الناس رسالة ونفايات يحكمونكم العزم على الانتخابات فرض واجب مثل ما قشمركم السستاني وقال لكم اطلع استخدموا والما يستخدم استعلم عليه مرته خلي يخلصكم السستاني اخواني العزم العملية السياسية بالعراق بعد الثلاثة هذا عمي مشروع صهيوني الاسرائيلي واضح امريكي فارسي ينفذون المشروع الاسرائيلي الفارسي علينا اذا يعيدون البريطانيه الفارسيه بروسنا لكن هيهات هيهات يمين ما اعطى السلام على بيتي واصحاب الاخيار قال لا كسره بعد كسره فاخواني ابو ياسين سؤال لك لو سمحت انت اليوم مواطن عراقي تتابع الاحداث وعايش في وسط هذه الفوضى برايك شنو طريقه التغيير المفترض انه تتبع من العراقيين حتى يخلصون من هذا الظلم هذا الفساد هذه الفوضى؟ والله يعني لي شرف عظيم واعتبر نفسي عراقي خالص ما استخبت من 2005 وهذا ولا استخبيت نفايات ولا قانع بهم هم لا رجال دولة ولا سياسيين ولا عندهم شجاعة ولا بهم رجل حافظتهم واجهت حمسيين لكن تاني الخلاص دولة عارمة حتى لو مو بسرعة حتى 100% يجب على 18 محافظه تقف امامهم ترى اول ترى ما يزيد من مليونين 300 مليون مستفادين من كل من العراقيين كل ما مستفاده لا شيعة ولا سنه ولا عرب ولا كل هذول الديوله ودول الديوله اللي مع الاسف يطبلون دول الحصالات اللي جت من برا اللي كان يسميهم الخميني وغير الخميني يسميهم قدم قدم وقدم عليهم طيب. أنا أشكرك يا أبو ياسين وصلت فكرتك شكرا جزيلا ثورة عارمة يقول السيد أبو ياسين في كل المحافظات العراقية تخرج لإسقاط هذا النظام هو الحل الوحيد من وجهة نظره لإنهاء هذه الفوضى التي يعيشها العراق والعراقيون. السيدة أم أحمد من الموصل تفضلي يا أم أحمد حياك الله. مرحبا سيد محمد. الله يسلمك حياك الله أم أحمد. شلونك استاذ محمد؟ الحمد لله بخير الله يسلمك تفضلي. استاذ محمد يا حمال بيك. نعم. على مود المقيدين وعلى مود المعتقلين. نعم. يعني والله احنا انا ما اللي انا. نعم. يعني هسه حكومه لا تسمع. يعني متروس السجونات متروس من المظالمين المظلومين. نعم. اللي من تحت التعذيب قاعد يعترفون على انفسهم وهم ما عندهم شيء ولا ينتمون الى الطريق هذا. نعم. يعني والله ظلم. أم أحمد يعني شنو مشكلتك بالتحديد أختي يعني شنو القضية الخاصة بيك؟ ولدنا في السجونات يا سعد أريد 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 يفرجوا بس ينطون عفو انطوا عفو الهاية الخلق يعني خاصة هاي الناس المظلمة في السجونات قاعد الله يسوي نعم يسوى ليش ما تحسوا يا بس اليوم يا أم أحمد قضية السجون أصبحت تجارة نعم. يعني يستفاد مدير السجن يستفاد او تستفاد الجهات اللي خطفت واللي اعتقلت هاي كلها اصبحت تجاره بها فلوس تتوقعين ذولا اليوم اللي دي يحكمون يتنازلون عن هاي الفلوس عن هذه المبالغ اموال طعام يعني السجناء وغيرها استاذ محمد يعني نعم. هاي اسلحه اكثرها هذه الناس واللي كانوا ضالين بالسجونات مكرسه نعم. لان هم ما يقولون هاي ليش الخلق مطلينا القاضي ليش هيك يحكم بال 15 وبال 20 وبال هذه ليش هذا الظلم هذا نعم. يعني ما يحسون شويه ما يراحون الله يقولون الله فوقنا احنا ليش تيجي نظلم ظلم؟ وين نعم. واحد يتقبل؟ سيده ام احمد انت من مدينه فيه. الموصل بمحافظه نينوى، اليوم اكو سياسيين سنه يمثلون هذه المحافظات محافظتكم يجون يعدوكم بكثير من الوعود منها حنحل قضيتكم. انت اليوم عندك استعداد بعد كل الوعود اللي سمعتيها انه تروحين تنتخبين شخص
من هذه الأحزاب سني أو شيعي بغض النظر من هذه الأحزاب أنه يحكم مرة ثانية ويوعدك مرة أخرى؟ والله أستاذ محمد أبد، شن ننتخب؟ خلوا يطلعوا ولدنا، شن ننتخب أستاذ محمد؟ تبعنا من هاي الوعود مالهم. نعم تبعنا من هاي الوعود مالهم. وهي الحكومة اللي الحكومة إيرانية، حكومة جتنا إيرانية ما نعرف، بحق عليها كلها ميليشيات طارت، أحزاب طارت، ما نعرف شن هي الخدمة، ولدنا وين راح يقبلونهم وين ويودونهم وين ياخذونهم ما نعرف، ولدنا كلها راحت بس يجونها. يعني بعد يعني ما تصدقين يعني ما تصدقين بالوعد اللي ينطيك اياه المسؤول انه انتخبيني وحطلع لك ابنك من السجن؟ لا 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 لا، بعد هاي الوعود اذا احنا ما نمشي على هاي الوعود بعد انتهت. ما الانتخابات، يريدون انتخابات ويجون للبيوت ونطلع ولدكم وما نسوي وكذا، بعد احنا ابد ما ننتخب. الله يطلعون وينطون عفو عامل كلها ترى مظالم. أنا مو بس يعني الولد الكل هاي المظالم البسجونات. الله ياخذ حوبتهم ان شاء الله، بحيل الله يقول ياخذ حوبتهم من هاي الحكومه الفاشله. سيده ام احمد انا اشكرك شكرا جزيلا. سيده ام احمد من الموصل وصلت الرساله. عندنا السيد ابو ناظم من كربلاء، تفضل يا ابو ناظم حياك الله. ابو ناظم ما موجود. السيد ابو عمار من ذي قار، تفضل يا ابو عمار. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام حياك الله. تحياتي لك استاذ محمد. الله يسلمك حياك الله. الو اسمعك اسمعك يا استاذ محمد. اسمعك يا ابو عمار حياك. تحياتي لكم والى قناتكم المجاهده. الله يسلمك استاذ محمد. نعم هاي الميليشيات جرفت البساتين مال دياله. نعم وحرقت الزرع وحرقت الاشجار وفققت السياره على اليوم هاي الدبه الغاز اللي فجراها هم ويلبونها براس من؟ براس كل دواعش. اي والله كل التفجيرات اللي تصير ببغداد هم مسؤولين. نعم استاذ محمد أمال الأمال العتبات المقدسة تذهب إلى إيران. نعم الأمال المقدسة تذهب إلى إيران. نعم والنفط مال الكوت، النفط مال الكوت يذهب إلى إيران. نعم الأمال كلها تذهب إلى إيران، والشعب العراقي فقير والشعب العراقي مظلوم، وإن شاء الله الشعب العراقي ينتفض على هؤلاء الفاسدين الخونة يسمون أنفسهم هم مجاهدين. يا مجاهدين أنتم، أنتم مجاهدين لو حرامية دمرتوا البلاد. والله أنا نسمع صوت هاي اللي دائما تحكي من الفلوجة والله أبكي على عليها، من تقول إحنا فقراء. والله صوتك والله صوتك يبكيني يا بنت الفلوجة. نعم تحياتي لك يا استاذ محمد. انا اشكرك يا سيد ابو عمار من ذي قار. طبعا من ضمن المصائب التي حلت على العراقيين بقدوم هذه الاحزاب، والاحزاب طبعا هي اللي تشكل هذه الحكومات وهي اللي قدمت هذه الميليشيات الى العراقيين. هناك تحذير جديد من البنك الدولي ان نحو 5 ملايين عراقي جديد غير الفقراء الموجودين عندنا حاليا، 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وما شهده عام 2020 من كوارث حلت على العراق والعالم بشكل عام، لكن في العراق بشكل خاص البلد الغني هناك تحذيرات من البنك الدولي أن فوق النسبة اللي تتحدث بها الحكومة أن وصل نسبة الفقر في العراق إلى 40% وتجاوزت هذه النسبة طبعا إلى 47%. البنك الدولي يحذر من 5 ملايين عراقي مهدد بالفقر الآن، ليرفع هذا الرقم إلى مزيد من الملايين من العراقيين الذين يقبعون تحت خط الفقر اليوم في العراق. هذا الموضوع ليش وصلنا له وشلون وصلنا له وإحنا بلد المليارات، بلد نفطي، بلد موقع استراتيجي، بلد بإمكانه أنه يكون أغنى بلدان الشرق الأوسط، لماذا وصل الحال بالعراق والعراقيين إلى هذا الانحدار والانهيار؟ عندنا اتصال. السيد ابو علي من المدائن تفضل.
حياك الله عيون ابو حمودي قلبي. وعليكم السلام حياك الله اهلا وسهلا حبيب قلبي. بس عندي ملاحظه اللي الناس اللي تحكي على مود العفو ويحكون على مود الفقر ويحكون على مود الاحزاب وهاي اي اخي مؤامره على هذا الشعب العراقي من يوم الاحتلال اللي احتلت به العراق. نعم مؤامره امريكا اسرائيل ايران. طيب اذا هسه حضرتك تقول 5 مليون خط الفقر. نعم سنة الاخرى الى 22 يعني دمار شامل. اخي يا نفط اللي تحكون عليه يا بلد الخير يا عفو عام اللي نحكي عليه اذا نحكي على مود العفو العام اذا نعم. مو بامر ايران ما يطلع سجين واحد. نعم هاي واحد هاي نقطة. اي اثنين انا ابن عم سجن اعتقال عشوائي بالشارع. نعم الله الشاهد وخلي يسمعني الشعب العراقي بأكمله. 100 مليون يلا طلعته. 100 مليون 100 مليون والله صرفت خلي يسمعني الشعب العراقي. نعم 100 مليون وبعنا العدنا واللي ما عدنا يلا طلعناه وطات للمحامي فات حية. نعم. بدع العام هذا يدور سن حية هو رجال بريء مجرد سن القطوة في الشارع طائفية مقيتة. نعم الفقير منين يجي بدا ما عنده. طيب يعني أنا هسه بهذه النقطة اللي تفضلت بها حضرتك طرحت سؤال قبل شوية على السيدة أم أحمد من الموصل وأسأل حضرتك أيضا اليوم اللي مثل ما قلت الفقير اللي ما عنده يطلع ابنه واليوم أصبحت قضية السجون والمعتقلات تجارة يعني أخذوا منك 100 مليون ويأخذون من غيرك حتى يطلعون وربما يعتقلوه باكر أو عقبة وتعال جيب مبلغ آخر هذا الشيء يدفعك أنت مواطن عراقي تجرب مرة أخرى بهذه الانتخابات مع هذه الأحزاب. خالي خالي الله يوفقك الله يرضى عليك هو البرلمان صحيح. شلون هي هو البرلمان هذا مالنا الحاليا هو اللي قدم للشعب شنو هو. نعم هم مجرد عصابة الله ذبه إذا أنت هو البرلمان هو أساس البرلمان فاسد. نعم في الأيام العادية شفت لك واحد حجي على فاسد بالدولة نطلعه ليش من الصير الانتخابات هاي الكتلة الفلانية هيك باقة وزارة الكهرباء هيك سوت وزارة التجارة. نعم كيف قسمينها بيناتهم الله رضاهم نعمة ما شايفينها وراح يظلوا نايمين على قلوبنا. نعم والله 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 اقسم لك بالله اي يعني هذا الشعب اذا ما دمروه اكثر من هذا الدمار بعد ما في. طيب حضرتك هسه ذكرت المشاكل وذكرت المأساة والمعاناة الحل من وجهة نظرك شنو الحل عمي شو تسوي ما تقول لي تطلع احنا قال ابو خلك خدمك محشاية وحدة تفضل احنا نضحك احنا ترى نضحك على الراحة بنقول نتخذ او ما نتخذ. طيب انت اللي اتخذت واللي ما اتخذت هم ضالين. طيب يعني اذا شنو الحل اذا شنو الحل اذا انت انتخابات مبيوعه مزوره من هسه يعني نتخب ماشي هذه الانتخابات مزوره الحل انت برايك شنو شلون حتى انت مواطن عراقي تخلص من اللي دي يحكموك ذولا الفاسدين القتله اها اذا ما الشعب يدور انتفاضه. نعم. من الشمال الى العراق انتفاضة انا واحد. نعم نعم ما يطلعون احنا ما هذا يقول انا ما انتخب وهذا يقول انا انتخب. انت اللي اتخذته واللي ما اتخذته هم ظلهم هم مستمرين. انا اشكرك يا ابو علي من قضاء المدائن شكرا جزيلا لك للمشاركة. الانتفاضة للخلاص من كل طبعا من كل هذه الوجوه الموجودة داخل العملية السياسية بكل المحافظات العراقية تخرج انتفاضة إن كانت في مركز العاصمة بغداد إن كانت في كل محافظة على حدة يخرج العراقيون لإسقاط هذا النظام. يقول سيد أبو علي يقول أنه اشتركنا بهذه الانتخابات ولا ما اشتركنا هي الانتخابات محسومة إلى هؤلاء وبعض السياسيين وبعض الأحزاب والجهات داخل الدولة في ظل الصراع بينهم يكشفون حقائق عن بيع البطاقات الانتخابية وشرائها وقيمتها تبدأ من 50 دولار وتصعد إلى 300 دولار للشخص الواحد. كل ما تقرب الانتخابات تغلى البطاقة الانتخابية أصبحت تجارة
يشترون ويزورون ومبيوعة هذه الانتخابات ومحسومة ربما بينهم من هذه اللحظة، فلا حل في هذه الانتخابات كما يقول كثيرون. عندنا السيد أبو ناظم من كربلاء، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من كربلاء قضاء الهندية، حي السلام. حياك الله. عندي مشكلة أريد أطرحها، يرحم والديك. والديك تفضل. نعم. سنة 2014 شهر السادس. أي. لما وصل الدواعش قريبة على بغداد. أي. السيد نور المالكي طلع بالتلفزيون قال على العراقيين في هبة الاستعداد. أي. ففتحوا المكاتب مع حزب الدعوة وقالوا تعيين بدون شروط. طيب. بس الجنسية ورقم الموبايل. طيب. فالتحقوا هواي شباب راحوا أخذوهم وين للتاجي. بالتاجي وزعوهم على الوحدات القريبة ببغداد. طيب. ابني ويا حازم ويا مجموعة أخذوهم الطائرة التل أحمر، مطار تل أحمر. نعم. كان بعد تل أحمر ما صارت. طيب. وإلى فرقة أبو الوليد. نعم. محمد القريشي. فهناك من ذاك التاريخ لهذا التاريخ انفقد. بقى 4 سنوات روجت له معاملة. نعم. تفاجأت ببغداد يدقوا حاسبة ما إلى اسم بالحاسبة. طيب. قالوا تروح للتاجي، رحت للتاجي قالوا صارت خبصة وهجوم. احنا دزينا وياهم مامور. اي. والمامور ما رجع عنا، ما رجع القائمة، يثبتهم بالفرقة ويرجع عنا. اي. فالمامور ما راجع، فبنسى بهالحالة شنو ذنب اطفاله، شنو ذنب مرته. نعم. ما تلاقي حاسبه يقول لك ما إلى حقوق. نعم. زين، انا بهالحالة اناشد نور المالكي، لان راح من مكتبهم هو. اي. ولازم يسوي له حل، ادى اطفال. اي. ادى مره. من ذاك اليوم لليوم. سيد أبو ناظم، تدري نور المالكي مرة من المرات دق على صدره وقال أنا ولي الدم، وين عن الشباب اللي انذبحوا بسبايكر، عن الناس والشباب اللي راحوا بهذه المحرقة بسببه وبسبب الفوضى اللي عايش العراق بيها؟ تتوقع نور المالكي اللي وعد قبل إنه هو ولي الدم وحيجيب حقوق الناس، يجيب حق ابنك اللي صار له كذا سنة ماكو؟ هاي بعد ما ادري، تبقى بذمتهم. انت شو تقول؟ اشكر ذمتهم، لان هذول شنو ذنب اطفالهم ومدارس. نعم. ومصارف. حضرتك شو تقول يا ابو ناظم؟ ذاك اليوم لليوم. والله اني بس على الله، ما اتصور يسوي لي حد. نعم. سيد ابو ناظم، يعني انا اشكر حضرتك للمشاركه، شكرا جزيلا. كثير من شباب العراق راحوا ضحيه، منهم اللي خرج بدافع وطني، ومنهم اللي راح بسبب المغريات اللي قدمت لهم إياها هذه الأحزاب حتى يدزوهم إلى هذه المحارق، وكانت النتيجة أنه مقبرة النجف في وقت من الأوقات امتلأت، ومستشفيات وسط وجنوب العراق كانت تعود إليها جثث ومصابين من هؤلاء المتطوعين وترمى على الأرصفة حكومة نور المالكي. اليوم أكو اسم على موقع تويتر موجود ونشط جدا ومتصدر تويتر في العراق، حل الحشد الإرهابي مطلب شعبي، موجود هذا الوسم في موقع تويتر، وهناك تفاعل كبير جدا من العراقيين وغير العراقيين لإيصال رسالة إلى العالم وإلى الداخل أن هذه الميليشيات اللي تحت إطار الحشد الشعبي مرفوضة عراقيا، يجب أن تحل، يجب أن تنتهي، لأنها سبب الخراب أو من أسباب الخراب والدمار اللي دي يحل على العراق والعراقيين. عندنا بعض التغريدات حقيقة التي جاءت، أحد المشاركين المغردين يقول إحنا ما نحتاج إلى الحشد، الحرب انتهت والآن نبحث عن السلام. أين السلام في العراق اليوم؟ أين السلام الذي وعد به العراقيون اليوم طيلة هذه السنوات؟ أين السلام والازدهار والرفاهية والديمقراطية لكل انتخابات تأتي هذه المجموعة، نفس الوجوه نفس الأحزاب، يتغيرون من حزب إلى حزب ويغيرون أسماء الأحزاب والتحالفات، لكن هم نفسهم. أين هذه الوعود بالسلام والازدهار والأمان والرفاهية اللي وعدوا بها العراقيين واللي لا يزالون يعيدون بها العراقيين على الانتخابات القادمة؟ معنا اتصال. السيد مهند من الموصل، تفضل.
السلام عليكم استاذي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك غاتي؟ الله يسلمك حياك الله. استاذي العزيز يعني بس عندي فد مسألة صغيرة. تفضل. زين هم النواب ما الماسكين الكراسي الرؤساء الرئيس القبلو السابق نوري المالكي حيدر العبادي احنا شو استفادنا منهم اذا ولادنا ابرياء اطفال صغار بالسجون نايمين؟ هسه نزل عكس العفو هذا حسب عفو جديد العفو العفو وماكو عفو. زين هذول شنو اذا هم هذول اطفال النايمين بالسجون ويريدون لسه انتخابات من عندنا ويريدون ننتخبهم يريدون يعني ننتخبهم شو تتوقع ننتخبهم؟ والله فلا ننتخبهم. انت تتوقع يطلعوا لك المعتقلين من السجون هسه لما يجون يوعدوك؟ استاذ العزيز هم يوعدون بس ما في تنفيذ ما في. استاذ العزيز كل من يتكلم بالكرسي نعم. يقول انا نعم بس انتخبوني بس انتخبوني انا استاذ المطالب انا استاذ لكم ايش تريدون نعم. بس هذا استاذ العزيز من شفت قاعد بالكرسي خلاص لسه منه وعودوا خلاص خلص انتهى يقول انا علي بنفسي فقط ما له علاقه ما يفكر كله حد بعد. وهذا المساكين النساء النساء الامهات المساجين المرجعات قاعدات في السجن والفائده استاذ العلي استفادينا منهم نعم. احنا صار لنا كم سنه استفادينا من عدو شيء. سيد مهند تدري الحكومه شو تقول؟ المتحدث باسم وزاره التخطيط خلي اجيب لك اياها على موضوع ثاني غير المعتقلين هم من ضمن وعود الحكومه. عبد الزهر الهنداوي المتحدث باسم وزاره التخطيط يقول انه بنود الموازنه الحاليه مال هذا العام لا تتضمن أي مشاريع خدمية جديدة. يعني من هسه العراق ما عنده استعداد سواء هذه الحكومة أو الحكومة اللي راح تجي ضمن هذه الموازنة ماكو بنود تسمح بمشاريع جديدة. يعني كل اللي يوعدون به العراقيين اليوم ما عندهم فلوس يسووه غير قضية المعتقلين. أكو الحياة العادية الكهرباء الماء الخدمات ما عندهم اليوم. تشوفهم أنت عندك ثقة بيهم بعد أنه إذا يجوك بوعد او يجوك دا يروجون نفسهم تصدق بيهم بعد؟ استاذي العزيز والله ما اصدق بيهم شبر بعد. استاذي العزيز تدري انت ليش افلست الحكومه انه من نعم. من ناحيه كارو ومن ناحيه غيره ومن ناحيه غيره نعم. نعم استاذي العزيز دانهم مستهين بالبوق حاليا نعم. مستهين حاليا بالبوق يخلون بجيوبهم والفقير تاخير صفحه ما له علاقه كل حتى احنا شنو ذنب ذنب الله وذنب الله وذنب فحقهم استاذي العزيز يا فلسون حقهم في شيء ليش مستهين بالبوق ما مستهين يعني ما متفضلين للشعب ولا مفضلين ولا لله ولا لله. بس استاذ العزيز هاي مساله يعني دولتنا فقيره والله دولتنا ما فقيره ازقل منها ماكو دولتنا ما شاء الله. نعم. استاذ العزيز يعني فهمك كفايه تو بعد ايش نقول بعد ايش نحكي؟ كلنا جانا حرامي وقعد بمكانه وباقنا وطلع قبل. احنا هذا الكلام هذا الكلام دائما ننتظر حضرتك وغيرك انه تشاركون حتى تطرحوه تكرروه ماكو مشكله من التكرار حتى يوصل الهدف نوصل للهدف المرجو. انه الناس اللي بعدها تعتقد انه هاي الحكومه قادره ان تقدم شيء، ايش قدمت لكم قبل حتى تقدم اليوم؟ استاذ العزيز من دور المالكي لحد الان انا ما شفت كل شيء، هسه احنا يعني حاليا شلال حطاله بطاله، خلي يقول يا بنتو والشعب العراقي تعالوا اخويا كل واحد 100,000 دينار بالشهر في الحطاله بطاله، نعم. يقدرونها؟ ما يقدرونها، ليش؟ ما في شيء ما يقدرونها، مثلين بالبوق بتشوفهم بس هم عوائلهم، عوائل الفقيره الشباب التعبانه قاعدين، ما يديرون بال مثلين بس انفسهم. استاذ العزيز نعم. بس احنا استاذ العزيز ما يصير لنا بس حل واحد العراقيين اي شنو سيد مهند شمال جنوب موصل اذا ما نحط ايد بايد ونتكاتف ونقوم عليهم قومه واحده نعم. استاذ العزيز راح يضلون ياكلون بينا ياكلون بينا ياكلون هذا ويجون عظم. شكرا جزيلا سيد مهند من الموصل وصلت رساله تم تاكيدها كذا مره في حلقتنا لهذا الاسبوع. الانتفاضة والتكاتف كل المحافظات العراقية للخلاص من هذه الحكومات المتعاقبة هذه الأحزاب اللي شكلت الحكومات واللي قدمت لنا الميليشيات اللي اليوم دا تسرق وتقتل وتنهب. عندنا السيدة أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احييك واحيي هذا المنبر الشريف وعامليه. الله يسلمك. بالنسبه هذا البلد المحتل من قبل امريكا واسرائيل وايران نعم. ايران بالدرجه الاولى نعم. اللي سلموه من طبق من امريكا سلمته من طبق من ذهب الى ايران. طيب. وهاي نتائج التسليم نعم. نتائج انه باقوا الشعب باقوا قتلوا ونهبوا وسلبوا وهذول الاجوا كلهم كل نعم. الاحزاب المتمرده اللي اجت
فهذولا يعني كل من يقول انه هذولا يطلعون ما يطلعون، وكل من يقول ينادون على السجون ما يطلعون. ليش؟ لانهم مستفيدين من السجناء. مو بس السجناء يعني، اتوقع هسه حتى المولدات الاهليه ده ياخذون، الحكومه ده تاخذ منها فلوس. وما زهر يعني الوقت حينتهي، باختصار لو سمحتي برايك شنو الحل؟ الحل مثل ما قالوا، انا اول ما ذاك اللقاء قلت انه امريكا هل هسه اقول التكاتف. التكاتف اذا تكاتفنا مع الاسف علامه استفهام على الشعب العراقي، لانه ما يتكاتف. اذا تكاتفنا يا ام ازهار كملي لو سمحتي، اذا تكاتفنا راح نستولى على الجرائم هذول. الاوباش اللي اجونا. اذا تكاتفنا ما صدق. انا اشكرك يا ام ازهار، شكرا جزيلا. نعتذر سيدة ام ازهار، الوقت انتهى، عندي ثواني اقرا بها بعض الرسائل سريعا. الشيخ ابو كرار من البصره يقول: صحيح اني رجل شيعي والحكم شيعي، بس كل شيء ما مستفادين من هذا الحكم. الله وكيلكم ومحمد كفيلكم، اولادنا كتلهم الجوع، شغل ماكو، كميه ماكو كهرباء، يقصد المواد الغذائيه، ماكو كهرباء، المي مالح. البصره لا فوقها اليوم يطلع قائد عمليات البصره، قائد عمليات البصرة ليخرج عن القانون قص رجله. إذا أنت صدق رجال قص رجلين الأحزاب، روح الميناء خور الزبير، منو لازمها؟ جماعة قيس الخزعلي. روح الميناء المعقل، بها جماعة بدر، لو هذول نازلين من السماء ما خارجين عن القانون. هذه رسالة إلى قائد عمليات البصرة اللي طلع بمقطع يعرض عضلاته أنه قص رجل اللي يخرج عن القانون، وهذا مواطن عراقي يتحداك. أنا أشكر حضرتكم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.